وأستكمل الحديث مع ضيفي الآن حبيب عقيقي، كبير استراتيجي الأسواق في تريدبيديا، ينضم إلي الآن من دبي. حبيب أهلا وسهلا بك. أستكمل معك مع ما كنت أتحدث معه مع زميلة كارينا، هل تتوقع أي مفاجآت من قبل البنك المركزي الأوروبي؟ لا أتوقع أنه راح يكون في أي مفاجأة. أتوقع أن يبدأ المركز الأوروبي بعملية التشديد، ولكن بوتيرة خلينا نقول بطيئة جدا، لأنه المشاكل اللي عم تواجهها المنطقة الأوروبية مشاكل جدية، وبالتالي هناك خطر كبير أنه يقطع الاقتصاد الأوروبي عتبة الركود بظل ارتفاع التضخم الحاد. لذلك البنوك المركزية كلها إجمالا هدفها الحد من الضغوط التضخمية، كبح التضخم، ولكن بالوقت نفسه ما بدها ترفع معدلات الفائدة بشكل سريع تأثر سلبا على معدلات النمو اللي هي ضعيفة أصلا. وانتم بتعتبروا انه البنك المركزي تأخر كثيرا، البنك المركزي الأوروبي تأخر كثيرا بموضوع رفع الفائدة؟ ما فينا نقول تأخر ولا ما تأخر، بالحقيقة الوضع يعني الموقع اللي المركز الأوروبي هو فيه لا يحسد عليه أبدا. مثل ما بتعرفي رفع معدلات الفائدة له تداعيات سلبية على معدلات النمو، والمنطقة الأوروبية حتى قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا كانت عم تعاني من ضعف بالنمو مقارنة مع الاقتصادات الأخرى، وحتى معدلات التضخم بقت فترة طويلة لحتى بدأت بالارتفاع وتخطت مستهدف المركز الأوروبي. لذلك لا أتوقع أنه يكون قد تأخر، حتى في بعض الآراء تشير إلى أنه الفيدرالي تأخر برفع معدلات الفائدة، ولكن معدلات التضخم بدأت بالارتفاع، كانت التوقعات أنه معدلات التضخم راح تكون عابرة، وبالتالي أتت المشاكل بسلاسل الإمدادات والتوريد فاقمت ارتفاع التضخم، وبالتالي هذه الأمور يعني يصعب التنبؤ فيها حتى من قبل البنوك المركزية. حبيب، وهنا السؤال، يعني أكيد هالسياسات النقدية لدى البنوك المركزية عم بتأثر على اتجاهات العملة. اليورو كان كسر الباريتي عدة مرات، هل بتشوف أنه ممكن أن نعود ويعود اليورو إلى دون مستويات التعادل أمام الدولار ويبقى عندها؟ نعم، بالحقيقة الوضع ليس جيد أبدا بالنسبة لليورو، هناك ضغوطات كبيرة بالفترة القادمة، الدولار مستمر بالارتفاع وهذا العامل الأساسي اللي عم يضغط على اليورو. الفيدرالي أسرع بوتيرة التشديد، حتى لو بدأ المركز الأوروبي عملية التشديد لن تكون بنفس الوتيرة يلي ماشي فيها الفيدرالي. الوضع بالولايات المتحدة أفضل بكثير اقتصاديا من الوضع بأوروبا، وهذا رح يخلي الأدفانتج أكثر للدولار الأمريكي على اليورو، وبالتالي ممكن نشوف مزيد من التراجعات على اليورو باتجاه مستوى 0.97 للدولار. حبيب، سؤال أخير وبدقيقة لو سمحت. جوز الدولار ين، نحن عم نشوف الين كان هبط إلى أدنى مستوياته منذ 24 سنة أمام الدولار، هل بتشوف المزيد من الخسائر على الين؟ نعم، هناك هذه الاتجاهات السعرية مستمرة، لأنه طالما الدولار قوي رح نشوف ين ضعيف، والسبب الأساسي وراء ضعف الين هو ارتفاع عوائد السندات، وطالما المركز الياباني مستمر بسياسته سياسة التحكم بعوائد السندات دائما رح يبقى يعني رح تبقى الأفضلية للدولار. الدولار قوته عم تجي من ليس فقط أنه هو ملاذ آمن، إنما أيضا يؤمن عوائد جيدة، معدلات الفائدة مرتفعة ومتوقع أن تستمر في الارتفاع، ولذلك أتوقع أن يستمر الدولار في هذا المسار الصعودي. شكرا لك حبيب عقيقي، كبير استراتيجي الأسواق في تريدبيديا.